البلوزة، هذه البلوزة اللي بدي البسها. لا بلوزتي. أنا رايح هما محل. لا هاي بلوزتي، هاي بلوزتي. لا بلوزتي. بلوزتي بلوزتي أعطيني إياها. لك لا تخليني هلا هذا بيت. لا ما بكتا، هو مكتوب اسمي، هو مكتوب سام. لا هاي بلوزتي، لا تكذبي، طلعي أصلا باينة إنه مالك أكبر من عمرك. ايش هاد الاصوات؟ لك ايش هالاصوات؟ ايش هالاصوات؟ ايش في؟ ايش في؟ يا ازمه هديه هديه، ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ اعطيني اياها. ايش في؟ شعبان ماما غطي بلوزتي وانا ما عندي شيء البسه. الا هي البلوزه. ليش هيك انت لابسه لبس مكتوب؟ ليش هيك لابسه لبس اخوكي؟ ليش لابسه لبس اخوكي؟ انا هيك علي، هاي بلوزتي، هاي بلوزتي. شلون يعني هيك عليك؟ وليش هيك الغرفه انت وياها؟ والله هي نكتته، هي نكتته. هو والله هو من الصبح انا عم برتب. انت من الصبح ترتبي؟ انا مرتبتها من الصبح وتركتها. ليش هيك قايمين من بركة الغرفه؟ ليش كل شوي ترقد من محل تخرب تخرب وتنط وتضربني كفوف وتهرب؟ يا ربي دخيلك ماما. هو انا اكبر منه، بدي افرك انجد هو يرتب. انا اصغر منه، هو اكبر مني، لازم يحترمني وانا احترمه. إيه لازم تحترميه؟ إيه لازم تحترميه؟ إنك رتبيه. يلا قومي رتبي. بابي بدي أخليه ويرتب. والله؟ لك ليش هيك؟ ليش هيك؟ ليش هيك عم تنطي؟ أنت رتبي، أنت رتبي، أنت رتبي. لا هو أكبر مني. لا أنت راح ترتبي، أنت راح ترتبي. أصلاً هذا من الصغير يسمع كلمة الكبير. إيه سم. هيدا أنا هيك ترتيب ما. هيك ترتيبك، هيك ترتيبك، هيك ترتيبك. ايش رايك اشتري له هو اغراض عيد وانت مالك؟ وانت ترتب ولا لا شعبان كمان؟ انا ما راح ارتب، خلي هي ترتب. هي علينا مشان الله، يعني انا هيك بدي اضل كل ما بدي انزل على السوق هيك بدكم تسووا فيني؟ ما لنا علاقه، ما لي علاقه والله، خلي هي ترتب. ايش اللي ترتب هي؟ هي صغيره ها؟ لك خلص شامو 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 لا تنطي، الله يوفقك، لا تنطي لا تكسر وجراكي. طلعوا نطتي انا كمان. يي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 
انتوا اثنيناتكم رح ترتبوا، انتوا اثنيناتكم رح ترتبوا، والا ما بشتريكم ولا غرض. سمعانين؟ ما بدنا رتب. ما بدكم ترتبوا؟ ايه ياهو. ما بدنا رتب. ما بدنا تركضي. شوفي استنى شوفي شوفي ياهو مرتب. يلا انا ما رح ارتب. يلا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي من شان ايه ما فهم انه انا هلا بدي اروح اشتري اغراض للعيد وما رح اشتري لكم اثنيناتكم. ايه مو خلص خلص اسلحه خلص مو خلص مرتب البيت كرمال الله اشتري لنا اغراض عيد. ما تشتري كرمال الله رتب كل البيت خليه هيك لا مع نفس الليره. ايه لا مع ايه لا مع نفس الليره. ايه مثل الليره بدك تخلي البيت عبي المعلمه. ايه مشان اشتري لك اغراض. ايه حوزه لتحوسي. ايه كان من الاول لا تنكتي. ليش لابسه بلوزة اخوكي؟ ماما بلوزتي خلاص. بلوزتك اصبح ما رح اشتري لك اغراض. ما مشان الله اشتري لنا اغراض. ما رح اشتري لك، ما طلع ما رح تشتحى. بدك تشتحي؟ اذا اعطي اياها؟ اشتحي. يلا اعطي اياها. يلا اعطي اياها، يلا قوام على السريع. ثاني مرة لا بقى تلبسي له بلوزته. شو هاد؟ ايش هالمنظر هاد؟ لك ليش هيك؟ طلع علي. وقفي شام وقفي شام وقفي شام. طلع علي طلع علي. ماشي ماما طلع علي. اذا ما لمتوا البيت، اذا ما لمتوا البيت ورتبتوا ما رح اشتري لكم اغراض عيد. سمعانين؟ والكاميرا هي رح تسجل لكم. ماشي ماشي ماشي. ترى عندي اشوفكم بالكاميرا. ها اشوفكم بالكاميرا. اذا ما بدكم تلملموا على السوا وترتبوا ما رح اشتري لكم شيء. سمعانين؟ سمعانين. يلا دي بدي اروح على السوق. إذا بشوفكم ما لملمتوا ما راح اشتري لكم شيء. سمعاني؟ يلا يلا دي اصبح. يلا يلا انا رايحه. يلا سلام. يلا امشي معي امينه. امشي معي امينه. امينه انت ايش بتقولي؟ بدهم يلملموا ولا لا؟ لا ما راح يلملموا. اصدقائي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اذا بدهم يلملموا البيت ولا لا. انا ما راح يلملموا. انت ايش بتقولوا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. اللي بيتوقع انه بدهم يلملموا يحط لايك، اللي بيتوقع انه ما راح يلملموا كمان اكتبوا لنا بالتعليقات. انا بتوقع راح يلملموا. يلا امشي امشي خلينا نروح على السوق نلحق قبل ما نسكر السوق. يلا شامو بركي مين ما اشترتنا اغراض على الحياه.
صغيره. بس انا الله نرمان كثير يا الله، يا ريتنا ما لنا هيك مجاوبين بعضنا دماغ امي متقتلين. والله الله يمكن ما تشتري لنا اغراض العيد. تشتري لنا منك؟ لا لا، بس امي حنونه بتشتري لنا صح؟ ايه منك بتشتري لنا، ما بتشتري لنا بتوخى تشتري لنا. انا كمان بتوقع تشتري لنا، بس لهن كثير قال لنا ادب من شوي. شلون يعني امي هون ونحن باركين عم نعيط على بعض؟ قلت ايه عم نعيط على امي كمان. هيك تشتري لنا؟ بس انا بتوقع هي امينه عم تقول لها ما راح لا تشتري له. انا بتوقع تشتري لنا. طبعا. منك تشتري لنا؟ أنا خايف كثير هلا. أنا كمان خايفة. كل الأولاد بدها تكون لعبة أغراض عيد ونحن مالنا دارسين. ونكون نفس الصحة دي. وجينا لهون عشان نشتري لهم أغراض، وهلا عم ندور على شيء أغراض عجبنا، هو بتحبوا هذا ولا هذا؟ خلينا نختار. بس هون كثير كله زهري، ما في شيء غير لون. طلعي ما في غير هذول الزهري، كله زهري، ما في الا زهري وازرق وابيض، ما في غير لون. كاني اليوم هي السنه الموضه بس زهري وابيض وازرق، طلعوا احلاهم بس كثير حلوات. أيوة هون هذا القسم كثير شين بتحبوا، حتى هذول الفساتين كثير بتحبوا. هذا حرف مي ما بعرف، حرف البي. هي ما بعرف اي شخصيه من افلام كرتون عالم ديزني. حلو كثير. هم عجب نشتري لهم اغراض ولا لا؟ انا بقول لا. انت تشتري لهم ولا لا؟ ايه انا بقول بدنا نشتري لهم. خطيه لا لا نشتري لهم. هذا ايه هذا كثير حلو، خلينا نشتري له وفاء. طلعي ما احلى، خلينا نشتري له وفاء. مين هدول على عمر عمر شامو؟ هذا مشتري لشامو. ايه والله كثير حلوه هي لشامو. ايه شام بتحبيها كثير هدول الموديلات. ايه والله بتحب كثير لون الزهري. بس صار عندها كثير زهري يا عادي فكرة. عادي شوفي هذا ايه هذا الميكي ماوس الاحمر. ايه شامو بتحب هذا كثير، هذا اللون كثير بتحبه مو شوي. هذا الميكي ماوس كمان بتحبه. ايه وهذا يعني اصلا هو حلو، مو افلام كرتون وهيك حركات بيطلع حلو عليها. ايه بيطلع حلو عليها. خلص هاتي ليش ما رح تاخذيه؟ لا لا ما حلو ما حلو ما حلو كثير كثير. بعد ما نزلتيه عم تقولي ما حلو، طيب خذي لي هي الشخصيه الكرتونيه كمان حلوه. لا هي بتصير انيمي. انيمي 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 ايه انيمي 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 ايه والله هذا كثير حلو. بس شعر البنت ازرق، عشان ما بتحب لون الشعر الازرق لازم يكون اصفر، عشان لو كان شعره اصفر كنا اشترينا. بس الله لونه الله هي موقفتك الشعر فيه بالكتابه اصفر. هذول الوان كثير حلوين كثير كثير. ايه والله كثير حلوين. انا كثير بحب اللون الاصفر على شامو، بس ما بعرف فيه. ايه وهذا الاخضر كثير حلو، لون طبيعه. ايه لون طبيعه كمان مرسم عليه تنين وهيك. عادي عادي لعب كثير حلوين. يا الله شد حلوين هذول الاغراض. هذول بيجامات كني. ايه والله بيجامات. ايه بجمع طلع هذا الزرافة. امينة تعي ناخذ لها من كل نوع، من كل نوع بيجمع. ايش رايك؟ لا 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 عندها بيجامات بلا بلا لا. ايه هلا الدبل امينة كل شيء عندك. طيب نحن ليش جايين؟ ذول الالوان كثير يعني ما حلوين، ما حبيتهم هذا القسم ابدا ما حلو. ايه هذول الفساتين كمان كبار كثير وما حلوين. هلا نروح ندور لشعبان. مو نروح ندور لشعبان. لا شوفي هذول هذول القمصان حلوات يعني. حلوات ما اش من شيء. هذول الاغراض كمان حلوات. يا الله لبس شقد بياخذ العقل. ايه هذا هي الالوان هاي السنه كثير حلوه صح؟ ايه هذيك السنه شام علقت بس على الزهري انه تلبسه. بس طلع هذا القسم كلياته ابيض واسود. طلع هذا تقولي هذا البنطلون تقولي طنجره هيك عم بلمع كثير وحلو. طنجره امينه؟ ايه ايه وهذا طلع هذا البنطلونات كثير حلوات. هذا البنطلونات حلوات. هذول البيعات يا احلاهم. ايه طلعوا تضل محلاهم. طلع البيضة. ايه هي البيضة كتير حلوة. ايه عليها هيك رموش وهيك كتير حلوة. إيه وهذا الميكي ماوس كمان حلو. كل السوق زهري. ايش صاير؟ طبعا هدول الوان البنات يعني الزهري. لا لا الوان البنات فضي. فضي؟ وهلا بدنا نشتري لها خفافة لشام. عجبين هي نشتريها هي ولا هي؟ ما بعرف انا بقول هيك الملون. ايه هي كتير كبار ما بتجي على شام. امينة طيب شلون ما بتجي على شام؟ ما بتجي على اجر شام. ايه ما بتجي يعني على نحن ننقي نحن ننقي يعني على نمرة اجرة. ايه خمسة شقد نمرة اجرة 27 لا ما 27 جيبي ال 35 وتبرك اختي 20 كانت شلون 20؟ 27 لا لا دوري دوري لا لا هي ما حلوة ما حلوة لا رجعية. ايه هي كثير حلوة. واو هذا القسم كثير حلو. طلع هذا الروب. ماما هذا الفستان كثير حلو على شام، بس عندنا نفسه بالبيت عشان هيك ما رح نشتري له نفسه. لا لا ما بدنا نشتري له نفسه. ايه هذيك السنة كانت لبسة نفسه. يلا امينة يلا خلينا نروح على البيت. هلا بتأخر على البيت بعدين. ايه ناخذ الاغراض لشعبان وبعدين بنروح. يلا بدي امشي. امينة ايش رايك؟ نسوي فيهم مقلب؟ تحطي انت الاغراض بالغرفة؟ اصلا رتبون ورتبون. يلا تعالي امشي. يلا امينة امينة تعالي حطيهم. حطيهم بسرعة بسرعة. اصلا ما حدا حيسس. يلا تعالي.
عم يغنوا كمان. لا ما جبنا لكم. والله رتبنا الغرفة. والله. أنت هيك بتقولي أمينة؟ هيك بقول. ما جبنا لكم لا. تيجوا الغرفة وبعدين تركوا. بس اشتريت أمينة؟ إيه صح. ما في. كل الأولاد بدها تلبس شيء على العيد بس لهنا لو شو ما نلبس. ماما انا طلعت على العيد هذه هي بتطلعي على العيد ماما احنا مو قلنا نروح على بيت جدي هلا كل اولاد خالاتنا وهيك لابسين واحنا ما لنا لابسين احنا هيك هلا صح لبسنا بلوزتك هذا ما حدا شافك فيها ايه بلوزتك هي ما حدا شافك فيها لبستها هذيك السنه انت كمان بلوزتك ما حدا شافك فيها هي هذيك السنه لبستها بالعيد راتكم حلوات يعني راتكم حلوات ما في داعي انه تغيروهم خفافة جبتولنا ما جبت لك شيء لبس الخفافة القديمة يعني غراض ما جبت لك شلون بدي اجيب لك الخفافة يعني طعف صحاتنا ما احنا اسفين ما مش كرمال الله اشتري لنا غراض انتوا اسفين ما في ما في ما في ما في امينة انا عاوزة تغيرينا حاسة دي عندها غراض عيد امي بصريدي لك لا حاسة تغيرينا ما باينة اصلا انا ما ركبت البيت انت ركبت البيت انت ركبتي ما ركبت لا حس غير علي انا ما نغرض عيدي هل نطلع عني باي هذا اللبس مشرشح ايه وصحاطة ايه ايش فيه ليش هذا لبسك المشرشح ايش فيه هاي ما عندي هاي بلوزة هذا البنطلون عندي ومين قال لك تنكتي البيت ومين قال لك تلبسي البلوزة اخوكي وسخ كان خليله اياها يلبسها بالعيد كان خليله اياها يلبسها بالعيد انت مين قالك تلبسي له اياها البسها بالعيد ايه تلبسها بالعيد ايش يعني موسخه ايه ما انا موسخه البسها بالعيد وانت تلبسي هذا القميص اللي لبستي تحت بلوزتك سيتمسخروا علي الاولاد يقولوا لي انت شحاده ما عندك لبس واحنا عنا هيك بده يتمسخروا عليك الاولاد يقول لك انت شحاده ونحن عنا لبس وانت ما عندك لا هيك بيحكوا حتى ايش رايك امينه نضل مكملين بالعقاب لنروح نشتري لهم بكره لا او كرمال الله بكره عيد مو كرمال ما في ما في عاد تمسخر عليها عندي عندها غراض عيد انت عندك انت وفاء وعبير بس نحن ما بصير تشتروا لنا ايه ما ركبت البيت تركت البيت خلص امينه خلص 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 برايي خلص ايش خلص؟ خلص ايه خلاص برأيي فاجئيا فاجئا؟ ايه ايه فاجئيا يلا اختي حرام صار يبكوا صايم شعبان ايش فاجئ؟ اصلا شعبان هو رتب هو اكثر شيء هو رتب الغرفه هو شعبان ماما. يلا امينه تعي فتح فتح امينه فتح عجبك؟ هذا لك شعبان بنطلون هذا الأشعار حلو كتير حتى بالماما ولون طب هيك حلو؟ ولد ايه هاي ماما هيك حلو تقولي انا انسى طالي هون حتى هون فيه والله حلو؟ تقولي انا انسى شوفي كمان جرابة ورجينا ورجينا بلوزتك شعبان عجبتك البلوزة؟ عجبتني كتير بلوزة حمراء انت انسى عيد ياك واو واو بالهنا ان شاء الله تلبسوهم بالهنا بلوزه حمراء فواطائية سوداء ايه بيض كمان بلوزه حمراء هي انا بلوزه حمراء مزدوعه على الخضار تاكل مني لا تشبع وتصير خدودك احمر خدودك تصير حمراء ورجينا الخفيفه شعبان ورجينا يا هنا الله يسلمك وهيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو لا تسمع ايش هو ايش هو جزات اللي ما بسمع كلمة ماما ما له غراض عيد ما لا وماما ما لا تعملوا هيك شغل عندكم ما تشتركوا غراض عيد لا تعملوا هيدو الشغلات ايه احنا عمي سهل بغراض عيد وركبنا البيت غرفتنا طبعا ايه ايه مو شافت شاب جرابات على جراباتك ايه وهيك وصلنا معكم لنهايه اخرة الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب لا تعملوا هيك بامكان ايه ومنحبكم عيد وناس كنا نسوي عبدنا على ايه يلا سلام سلام